شي شويه والله سير يزيد عرفت شوف لازم يسير هذا شي واحد مزيان نار نعم نقول شوف هذا شحال يكون فيه من كيلو هذا؟ شحال يكون فيه من كيلو؟ 32 عبرونا نعمس عبرونا باش يشوفوا شحال تقريبا باش يشوفوا المغاربه كلها هما شحال تقريبا عبرونا. اذا صباح الخير مرحبا بكم متتابعينا في هذا البث المباشر الان من مدينه مراكش وبالضبط من العزوزيه كما تتابع معنا في هذه اللحظات متتابعينا خلال هذا البث المباشر الان. انتم تشوفوا الخروف الاسباني هو هذا اللي يعني اللي كما تتابع معنا في هذه اللحظات تقريبا 31 يعني ديال الكيلو 31 كيلو كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر الان متتابعينا. يعني الخروف بالنسبه للناس اللي بيزال ما يعيدش يعني تقريبا شحال دروكا تقريبا دروكا قلتي لي بانه 60 درهم للكيلو 60 درهم للكيلو 60 درهم تقريبا شحال ديال الفلوس تقريبا الخروف 60 46 42 يعني دوكا هذا شحال تقريبا دوكا شحال الثمن ديال دابا باش يتكاين الثمن 60 درهم كنا دايرين 65 درهم ودروكا درنا 60 درهم والحوريه مليحه كتاكل العلب نقي نعم الشمندر والفصه والتبن تبارك الله ما شاء الله ولا الحوريه راه سمينه مطنطنه ولا ذبحتيها تفكرني بها صافي يا سيدي الله يسخر الامور. يعني دروكا شحال تقريبا حسب شحال حوليه حالو كاين حوليه نعم. اذا كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر نحاول نقربكم يعني من هذه السلعه ديال الاسباني كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر اللي عليها الاقبال الان يعني بحكم انه العيد يعني شويه غالي ما شاء الله بالنسبه للمغاربه بصفه عامه فتفضلوا انهم لانه هذا الحلي تقريبا ما تتعداش الثمن ديالو يعني 2000 درهم تقريبا متتابعينا. حسب لي تقريبا يعني 39000 ريال اللي تقريبا هذا الثمن شفنا شحال الثمن تقريبا. اذا كما تتابع معنا هذا الصباح نشوفوا بانه الناس يعني تفضلوا انهم يجوا تختاروا كما تتابع معنا الحولي الاسباني وانهم يعني يخليوه كما تتابع معنا في هذه اللحظات يعني تفضلوا 38000 ريال 38000 ريال هاي 38 و800 مضروبه ب 12% عطاتنا 38 38000 ريال صافي خويا صافي. اذا كما تتابع معنا يعني 38000 ريال ما شاء الله. اذا كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر شريف واخا نسولك الله يطول عمرك يعني كيفاش تشوف انت السنه العيد بالنسبه لك انت؟ العيد تيبان زوين عادي بالنسبه للثمن هذا اللي كاين مزيان والله مزيان بالله خروفه قاتله 38000 ريال مزيان فيها 31 كيلو مزيانه بخيره بالنسبه بحال الناس اللي عندها عاوتاني الفلوس ولا شي كتمشي لداك الشيء الغليظ مشيت انت للسوق وضربتيه في السوق درت في السوق غير البارح كنت انا في الاربعه الثمن دابا بحال هادشي ديال البلاد داك الشيء الرقيق مطلعينو الشناقه غالي يعني بحال هذا العام بحال داك الشيء الغليظ وداك الشيء الغليظ راه 6000 درهم شي حاجه مليحه 6000 5500 7000 درهم المليح وداك الشيء الرقيق مغلينوه الشناقه ما اللهم تصبليون مالو بحال هادشي اللي كاين. يعني شتي الخروفه شفت الخروف وشفت الخروفه وخلات مزيان داكشي اللي كاين يعني ان شاء الله غادي نتوكل على الله وداكشي ان شاء الله ان شاء الله غادي نتوكل الله يسلمك الله يحفظك وداك الله يسلمك. اذا كما تشوفوا يعني كاين اقبال كبير على الخروف الاسباني كما تشوفوا معنا في هذه اللحظات هذا الصباح قاعدين الناس يختاروا. صباح الخير اخويا حسن. اذا تشوف بانه الناس يفضلوا انهم يختاروا او انهم يشريوا الخروف الاسباني وتكره الله، لانه يعني بقى هذا اليوم كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان، يعني بقى هذا اليوم ما شاء الله غادي نحاولوا نقربوكم شي شويه، يعني الناس واقفين تبارك الله ما شاء الله باش انهم يختاروا الحلي ديال العيد. يعني باقي الخير موجود بالنسبه للناس اللي بيشريوا وبيختاروا بطبيعه الحال الحلي كما تتبع معنا الاسباني ويتوكل على الله كما تتبع معنا. راه للاقبال بطبيعه الحال، كاين الاقبال كبير هذا الصباح على الخروف الاسباني. هو يعني الان كما تنقولوا اللي ممكن انه يعني يعوض الخروف، لانه تنشوفوا الاثمنه مهوله واثمنه ما يمكنش في متناول المغاربه بصفه عامه. فتنشوفوا بانه الحلي في الاسواق تقريبا المغربيه يعني السردي ولا البرقي تقريبا وصل الثمن ديالو للاثمان ما يمكنش انا نتصور يعني 6000 7000 درهم. فتفضلوا دروك الناس تشوفوا معنا في هذا البث المباشر، تفضلوا المغربي انه يختار الحلي الاسباني وانه يعيد به هذا الصباح كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر الان. يعني تنشوف باقي الحدود الساعه يعني كاين الاقتناء، الناس يجيو تيختاروا تيشريو تتوكلوا على الله يعني وتفضلوا انهم يعيدوا بالحلي الاسباني كما تتابعوا معنا في هذه اللحظات متتابعين. يعني كما تسمعوا بانه بالنسبه للدرويش، انه بالنسبه للدرويش واللي بغى يعيد بطبيعه الحال راه يمكن ليه اليوم انه يعيد كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر. يعني الخروف الاسباني هو هذا كما تتابع معنا في هذه اللحظات ومتتابعينا من خلال هذا البث المباشر الان. سرحال اجي معنا واحد دقيقه الله يستريح. صباح الخير عليك بعدا. يكرمك بارك الله. اجي لي هنا، اجي لي حدا الخرفان الله يطول عمرك. يعني تنشوفوا تبارك الله ما شاء الله هذا الصباح يعني الناس جايين عندنا وكيتقداو، الناس مزيانين والسلعه صابحه مزيانه وبخير وعلى خير الحمد لله. الحمد لله. شحال ديال الراس الحمراء تقريبا ديال الخروف وديال اللي داخله من اللي دخلت هنا اللي دخلت هذا الخروف الاسباني تقريبا شي 1400 1450. وشحال بقى تقريبا السرحال؟ باقي يا سيدي نقول انا غتبقى شي 300 ولا 400 ولا ما طالعتش بالكوري شحال، ولكن هذا هو الماكسيموم. يعني من 1400 بقات تقريبا شي 300 ولا 400. هذا الشيء اللي غادي يكون هذا الشيء يعني بانه راه كاين الناس المغاربه بغاو الخروف الاسباني، بغاو المغاربه وفرحانين به وواكلينو اللحمه ديالهم مبرعه ما شاء الله. علاش هما كاين الاقبال بزاف على الخروف الاسباني بصراحه؟ ايوا راه الخروف الاسباني كيجي واكل غير الربيع وياكل العشوب ونقي اللحم ديالو مبرع. وشتا الرخاء تا هو والرخاء كان الانسان باغي يعيد 750,000 فرنك معيد 200,000 فرنك، يعني 40,000 ريال ما يفوتهاش 45 40 42 46. هادشي اللي كاين في الوزن ديال الخروف وصافي صافي على حساب الكواله. تبارك الله ما شاء الله. يعني تنشوفوا بانه الخروف الاسباني يعني تنشوفوا بانه هو اللي ولا وسيله دابا بالنسبه للمغربي اللي بيعيد في هذا الغلاء. في هذا الغلاء راه المغرب منافسوا بزاف الناس المواطنين فرحانين بهذه السلعه. كياكلوا رخيصه بزاف واللحم ديالها نقي ومبرعه وهذا مرض الله. تبارك الله ما شاء الله. سير حابين تولينا شي خروف من هذا الخرفان، يعني اشنو الفرق ما بين تو والذكر في الخروف الاسباني؟ الذكره كدير شحمه بزاف. الذكر كيكون ميان. وعلاش ما فيش يعني بحال الخروفه في هذا الشيء ديال الصبليون بحال بحال كاين الخروف باش تميزوا ما بين الخروف في هذه الحواله ديال الصبليون، واش في الطوناج ولا في الماكله ولا في دروك الا باش يشري شي واحد باش يعرف الخروف وباش يعرف الخروفه. ايوا راه غنقلبوا. ايوا اعطينا شي واحد نشوفوا، ورينا الخروفه ورينا الخروف دابا. شي واحد الخروف اجي اعطينا ورينا الخروفه ورينا الخروف هادشي، ورينا الخروفه والخروف في هاد البركه هادي. اذا كما تابعتوا معنا متتابعينا، يعني تقريبا يعني السرحال جاب تقريبا ما يقرب على شوف هذاك الشريف، شوف هذاك الشريف ها الخروف تبارك الله. انتم تشوفوا الخروف؟ اذا كما تتبعوا معنا في هذا البث المباشر، هذا هو الخروف كما تشوفوا معنا متتبعينا، يعني وريهم الله يستر عليك في التقلاب. انتم تشوفوا هذا هو الخروف الاسباني كما تشوفوا ما شاء الله، يعني الا تحطوا في الميزان خصك تعبروا. هاد الناس هادو قرروا بحكم اننا جينا حنا اليوم عندهم لهذا المحل هذا، قرروا انهم يديروا ليه 60 درهم للكيلو باش انهم يبيعوا للناس، وانهم اللي مازال ما عيدش يعيد. عطينا شي خروفه العزيز باش يشوفوا الخروفه، باش تا هما يشوفوا الخروفه كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر. بالاضافه انه كاين العلف، يعني هاد الخرفان يعني معلفين مزيان، يعني كيكون الشمندر والتبن كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. خليها تما، خليها تما، هذه خروفه هذه دابا ياك، ودروك الخروفه تتوزن على الخروفه ياك، الخروفه وازنه على الخروف. الخروفه وازنه على الخروف، ثقيله ثقيله ما شاء الله. هذه هي الخروفه كما تتبع معنا في هذا البث المباشر الان متتبعين. بالنسبه للناس اللي بعيدوا ما شاء الله، انتم تشوفوا معنا في هذا البث المباشر الان ما شاء الله، يعني الخير كان موجود. وبالنسبه للانسان اللي يعني بيتوكل على الله وبي يعني عيد، لانه الثمن ديالو الان ما تيتجاوز تقريبا يعني 2000 درهم اللي بالنسبه صافي يطلق اخويا العزيز. يعني كما تتبع معنا في هذا البث المباشر المتتبعين، يعني الثمن يعني ما تتعداش 2000 درهم، يعني بالنسبه اللي بيعيد او انه بيفرح الوليدات، ولا انه يعني بالسنه بيطبق السنه بطبيعه الحال. كما تتبع معنا متتبعينا، يعني الكوريك تقريبا كان فيه تقريبا ما يقرب 1000 أو يعني 400 تقريبا، بقات 300 حتى 400 راس اليوم. بعد ما زارت قناه شوف تي في المحل كما تشوفوا معنا، يعني الخروف داير 60 درهم للكيلو. السي ابراهيم الخروف داير 60 درهم للكيلو، وتيوزنوه عليك بطبيعه الحال، يعني تحطوه عليك في الميزان تتشوف يعني شحال تقريبا داير في الكيلو، يعني ما تتعداش 31 29 على حسب الطوناج، على حسب الوزن ديالو، البوا ديالو كما تنقولوا في هذا البث المباشر بطبيعه الحال. كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر الان، يعني ما شاء الله الخير موجود بالنسبه للناس اللي مازال ما عيدوش او مازال ما قداوش القناه. 36000 ريال يعني كان، يعني كان الرخاء بالنسبه للمغربي اللي كان ديك الساعه تيعيد 30 باش سميتو، كان يعني كان الرخاء بالنسبه للمغربي موجود مزيان موجود. واش تيسولوكم غير تيجي تيسولوكم يعني على الخروف الاسباني هو كيجي يسولونا بحال هاد الاسئله هادي، كيسولوك زعما كي داير في الماكله واش مزيان واش سمين واش شحال كيسولوك، واش تقول انت مسمونيه راه مزيان مزيان مسمونيه مزيانه ومزيان حتى في الماكله، هو كيقول مزيان حتى هو في الماكله مزيان. انا ما عمري واكلو الصراحه، هو غادي يكون خير ان شاء الله بطبيعه الحال. فنتمناو ان شاء الله بالنسبه هنا الناس اللي مازال ما عيدوش او انهم مازال ما عيدوش. نصورك يا شريف، واخا نصورك اجي شريف اسمح لي. يعني تفضل تفضل. يعني بنسولك واحد السؤال، واش درتي شي شويه في السوق اليوم؟ لا خويا السوق ما عمرني مشيت ليه، شرينا من عند نصاب صافي. بارك الله فيك. ما عمرني مشيت للسوق. شنو اللي دفعك انك تجي تاخذ الخروف؟ ما عاودوا لنا قال لنا هاد الخرفان زينين، جينا نشوفوهم كي دايرين بعدا، اول مره بعدا نشوفهم كاع انايا. اول مره نشوفهم نشري وهي السردي صافي. ما شاء الله. اول مره جيت نشوف هاد الخرفان هادو، حتى هما زينين بالنسبه لبنادم يقضي الغرض باش ما الحمد لله. حتى هما راه زينين مالهم خرفان زوينين مزيانين. يعني الثمن مناسب، يعني الثمن مناسب 60 درهم راه مزيانين. بلاد قضيه المسكين راه يقضي الغرض. الله يحسن العون. هذا العام راه لا اله الا الله، لا اله الا الله اخويا. هذا العام عاد تنشوفوا السواق يعني وصلوا 6000 7000 درهم. ايوا اخويا اللي كتدير 4000 درهم 5000 درهم 4000 درهم 3500 دوكا وصلت 6000 درهم 7000 درهم. اخويا الخروفه كاع كان هذيك الساعه الخروفه كنا تنشدوها كاع، الا طلعت كاع تنشدوها بديك 40 36 35. الخروفه هذا العام تعبت 100000 ريال صاحبي، 5000 درهم اخويا. راه الخروفه مسكينه اللي هو مسكين اش بايشري زعما، لا اله الا الله. بزاف اخويا بزاف، لا بزاف اخويا. دونك انت بديت توكل على الله بالتوفيق، بغينا نشوفوا ان شاء الله الا سميتو نشوفوا الشيخ ديال الاخرين ما حنا راه حنا باش درنا الزياره نقصوا 5 درهم. هي قال لي دونك ملي جينا حنا اليوم عندهم، اليوم قرروا انهم ينقصوا 5 درهم الكيلو باش انا كلشي يعيد بالنسبه للناس اللي مازال ما عيدوش يعيدوا. لا مزيانين حنا كنا تنشوفوهم في التلفازه في حقيقه الله، كنا تنشوفوهم في التلفازه. دروك راه شفناهم هنا الحمد لله، جاو شفناهم راه مزيانين اللي بيقضي الغرض راه مزيانين ان شاء الله. اخويا الله يستر اخويا الله يحفظك الله عليك الله يوفقك عواشر مباركه. اذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر متتابعينا يعني تنشوفوا بانه يعني بعد الزياره اللي قمنا بها بطبيعه الحال مشكورين هاد الناس بالنسبه اللي بيجي بيزور او انه يعني تنشوفوا هذه الرومبا ديال العزوزيه كما تتابع معنا من جهه بترومين كما تشوفوا معنا يعني راه دي رومبا ديال العزوزيه بالنسبه للناس اللي بيجيو تيسولوا على المكان اللي بيقتنوا من خلاله ضحيه العيد او ضحيه العيد الاسبانيه. فدا تشوفوا هذا الطريق اللي تقريبا تتجي يعني العزوزيه كما تشوفوا معنا بالنسبه للناس اللي بيجيو بيختاروا. فالخروفه الان يعني الخروفه يعني 60 درهم للكيلو كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر بعد ما اننا حنا زرنا هاد الناس هادو فقرروا انهم يحيدوا 5 دراهم باش يتعاونوا مع المغربي ويتعاونوا مع يعني المراكشي بصفه عامه يتعاونوا مع العائلات فهاد العواشر وفهاد اضحيه العيد بطبيعه الحال متتابعينا. سرحال دقيقه سرحال. اذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر بطبيعه الحال متتابعينا يعني قرروا انه سرحال اليوم يعني بعد ما حنا قمنا بالزياره قررتوا بطبيعه الحال انكم تنقصوا 5 دراهم نقصناها نعم اييه مساكين بحالنا نقصنا لهم 5 دراهم يعني اللي ما بغاش يعيد وصافي. وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا خير موجود الحمد لله والقضيه مبرعه ما شاء الله. يعني اللي بيجي فين يجي اللي بيجي عندكم لهنا لهنايا مراكش حتى ولد مراكش العزوزيه في العزوزيه هذا بيت مراكش ابواب مراكش لا ابواب مراكش هنايا حدا ابواب مراكش بالنسبه اللي يجي عندكم لهنايا اليوم راه قررتوا تنقصوا 5 دراهم نقصناها على الصباح مرحبا يجيو عندنا الناس نتعاونوا كل ياكل شويه ايوا لا اله الا الله. لا قبل المسكين وصافيه كتسرح هادشي اللي كاين حنا كاع مساكين والله يحشرنا مع المساكين اللهم امين الله يسر الامور وتيسر الحال ونفع. اذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر يعني الخروف الاسباني راه بالكيلو 60 درهم بطبيعه الحال. كاين الخروف والخروفه تقريبا ما تتجاوز الثمن ديالها من 36000 ريال حتى 40 42 44000 ريال تقريبا على حسب الوزن ديالو والثقل ديالو بطبيعه الحال متتابعينا. بالنسبه الان يعني بعد ما احنا قمنا بالزياره فقرر صاحب الكوري انه نقص 5 دراهم بالنسبه للمسكين. انتم تشوفوا يعني من جهه بترومين كما تتبعوا معنا في هذا البث المباشر الان من جهه بترومين تكلم سيدي اجي سيدي هنا باش نبقاو حدا مع الخروف علاش اللي ما نهضروا. اليوم تشوفوا جيتي طليتي هذه الطليله كيفاش جاك انت الخروف الاسباني اخويا اش غادي نقول لك كاع الغلاء في السوق وتتمشي راه تبارك الله راه ما كاين غير ما كاين 140 150 120 ما المسكين الدرويش ما في حالو جاي. يعني العام اللي فات كان ديك الساعه المغربي يمكن ليه 40 فري عيد قلنا حنا كاع 60 عيد بنادم مخير ودابا راه ما كاينش الدوبل ديال العام اللي فات وكورونا دوزناها بخير وعلى خير اللي كانت كورونا وما كانش هذا الغلا في كان بخير وعلى خير بنادم معيد وفرحان الدرويش ودابا حنا كما باقي تنحسوا حنا بالعيد والله الدروجه باقي كيحس بالعيد تيحس بالغلا واش دخلوا ليداتو الغلا في كلشي في المواد الغذائيه والخضار والضحيه هي جات حتى هي وحنا مقبلين على العطله ومقبلين على المدرسه ان شاء الله وكذا يعني واحد الفاجعه كبيره من جهه الغلا ديال على حساب الدرويش. وكيفاش جاك انت الخروف الاسبان؟ بالنسبه انا ما نكذبش عليك انا الاسبان بالنسبه للدرويش بهذا الثمن هذا 60 درهم راه مزيان احسن من السوق. يعني ما تعداش الثمن ديالو 2000 درهم دابا تقريبا على حساب الكيلو دابا كاين على حساب المخير فيهم تيكون فيه ديك 52 تقريبا والضعيف فيهم تتكون ديك 34 32 33 هادشي هما المخير فيهم ديال الصبي تيكون 51 مشري انت درك الخروف شي خروف. لا انا خديت انا خديت تقريبا شي 3 ايام هادي الله يسلمك. انا شرينا الشوايه وشرينا المسائل خصنا ندبعو ونسلخو والله عواشر مباركه يكون خير ان شاء الله عواشر مباركه ان شاء الله عواشر مباركه. اذا كما تابعتوا معنا تبارك الله ما شاء الله فالان بالنسبه للمسكين اللي مازال باقي تيخمم او انه مازال ما شراش بالنسبه ليه فممكن انه الان يختار الخروف كما تتبع معنا في هذا البث المباشر كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. يعني كان الخروف والخروفه يعني موجودين يعني 60 درهم الكيلو بعد ما حنا قمنا بزياره صاحب الكوري يعني قرر انه ينقص 5 دراهم في الكيلو وانه يبيع يعني 60 درهم الكيلو بالنسبه اللي باش يقتني الخروف ولا الخروفه بطبيعه الحال متتبعينا هنا في العزوزيه بالخروف البترومين بالنسبه للناس اللي مازال ما تقداوش. تنتمنى انه تكون الرساله وصلات، تنتمنى انه ان شاء الله بالنسبه لاي مغربي اللي مازال ما تقداش انه يجي يتوكل على الله. كنشكركم، شكرا لكم الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شفتي.